بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: ما أهمية حصول مربي الحيوانات والطيور على المعرفة المبسطة قبل البدء؟ لقد أعجبتني مقولة تقول: القراءة دون فهم أمية، والحلول لا تأتي بالتمني. فمثلا، أصعب فترة في تربية الحيوان أو الطيور هي فترة ما بعد ولادته أو فقسه مباشرة، وتسمى فترة التحضين، وهي في الحيوانات مشتركة ما بين الأم وبين مدى رعاية المربي للأم ونتاجها، وفي الطيور مرحلة ما بعد الفقس هي مسؤولية المربي في الرعاية. مسؤوليته في رعاية فترة التحضين خاصة، حيث الخطأ فيها يكون المربي يكبد المربي خسائر بالجملة، قد تفقده الكثير من رأس ماله بسرعة كبيرة جدا، قد تكون أكبر مما يربون الحيوانات الأخرى. وأنا أتعجب عندما أرى إناسا في الشارع يعرضون الكتاكيت للبيع، واضعينها في أقفاص مفتوحة، معرضينهم للهواء مباشرة بعد الفقس، وراغبي التربية يتهافتون على الشراء منهم لرخص أسعارها، ولا يعلمون أنهم سيفقدون الكثير منهم، لأن طريقة هذا العرض هي أول الخطأ والخطر على حياتهم. فأساس التربية في دواجن التسمين والبط تفرض على المربي أن يكون سابق بتجهيز عنبره لاستقبال الكتاكيت من حيث تواجد الفرشة المناسبة، ومراعاة التحكم في التهوية بمكان التحضين، وتدفئته من قبل وصول دفعة التربية بست ساعات على درجة 35-36 درجة مئوية بداية، ثم يبدأ بعد ذلك في تنزيلها يوميا بمعدل درجة حتى يبدأ ظهور الريش ويتأقلمون مع حرارة الجو العادية مع وقف التدفئة. وأخيرا، إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبله سلامي وتحياتي.